لكم متابعي الفا تي في في هذا اللقاء اللي غيجمعنا بالسيد كساب بن داود مقدم برنامج خير البلاد. اهلا بك سيد بن داود. شكرا لله بارك الله فيك. شكرا على تلبيتك للدعوه اولا، وبغينا مكرهش انك تحدثنا وتقربنا اكثر من البرنامج ديالكم وهذه التجربه اللي خدتيها مع القناه الثانيه. شكرا بارك الله فيك. انا اول حاجه انا في البيت ديالي، يعني هذه فرصه طيبه باش نتلاقى مع الزملاء ديالنا ومع مجموعه من الاخوان اللي كانوا شادين بيدينا بطبيعه الحال هذه سنوات في المجال الاعلامي. الفكره ديال البرنامج ديال خير البلاد كيفاش جات؟ بطبيعه الحال هي تقريبا هذه السنوات نقدر نقول البدايه ديال الاهتمام ديالي بهذا المجال وبهذا البرنامج وبهذا التصور كان في 2016، ومن بعد الفكره اختمرت في تقريبا على هامش المعرض الدولي للفلاحه في مكناس اللي كيتقام كل سنه. ثم في 2017 كان تقديم المشروع ديال البرنامج، يعني مكتوب، تم تصوير الحلقه النموذجيه. ثم 2018 يعني كان تصوير مجموعه من الحلقات اللي كيف كنسميوها فريكو. و2019 كان واحد اليوم اللي هو من حسن الصدف وقدرا، وان 3 مارس هو اليوم الاول لاعلان اول حلقه من الحلقات برنامج خير البلاد، كانت شي في 2019، وحنا دابا في 3 مارس 2022. صدفة زوينة هادي. الحمد لله. سي بن داود، مقبلين حنايا على هذا الشهر، ممكن نعتبره مارس كامل شهر المرأة والشهر شهر النساء كيحتفي بالمرأة، فما كرهناش انك تدوي لنا على واش لمستي الحضور، كيفاش لمستي الحضور ديال المرأة القروية في المجال الفلاحي وبالضبط في التنمية الفلاحية اللي بغينا نقولوا. بكل صراحه برنامج خير البلاد يعني غير مرتبط بشهر دون اخر، يعني الحضور ديال المراه يعني حاضر في مجموعه من الحلقات، ونقدر نقول لك اكثر ما يقارب النصف يعني من الحلقات. يعني الهدف ديالنا هو الحضور ديال المراه القرويه في مجموعه في المجالات، كفلاحه، ككسابه، كمسيره، كرئيسه تعاونيه، كمتعاونات، كمعاملات ومياومات يعني في الفلاحه. يعني عندها حضور قوي بطبيعه الحال، لان حضور المراه قوي بزاف في المجال الحضاري، والمراه هي الدعامه وهي اللي كتنتشل، يعني هي اللي كتشتغل اكثر على انها تحارب يعني الهشاشه والفقر، وهي تاهل المحيط ديالها، لان كثير من الناس اللي ربما ما وصلش الصوره كما ينبغي، دائما كنتكلموا على ادماج المراه في هذا المجال، ادماج المراه في التنميه، والحال ان المراه اصبحت الان بهذا، يعني انا كنتكلم دائما في الجانب التعاوني في هذا القطاع الفلاحي، اصبحت هي القاطره او القنطره اللي كتجر معها مجموعه من الميادين، وبالعكس كترج كتنمي معها المنطقه. ملي كتقولوا مثلا كنقولوا زاويه الشيخ، كنقولوا مجالات طبيعه سياحه ما هو تاريخي، ولكن نقول كاين واحد التعاونيه، كنقولوا منطقه اخرى في ولاد مبارك بن ملال كاينه واحد التعاونيه، كنقولوا مثلا سيدي بنور الكسابه كنقولوا كاين واحد الكسابه راه كتجي هي الاولى في معارض يعني الدولي، خاصه في معرض مكناس. يعني هذه التجارب النسائيه يعني خصنا هذه النظره نقطعوا معها، ان احنا كنقلبوا ننميوا المراه، بالعكس اصبحت المراه في مجموعه في المناطق في المملكه المغربيه اصبحت هي التي تنمي مجالها وتنمي كتولي هي عندها دخل، كتساهم في يعني في تنميه الدخل ديالها داخل الاسره داخل المحيط. كاين حتى متعاونات اللي كيقراو وليداتهم في التعليم الخاص، وهذه شهادات اللي دازت في حاله مجموعه من الحلقات. يعني كاين نقول لك انا كيف كان السؤال ديالي كنطرح، واش كاينه شويه الحركه؟ اذا كاينه الحركه. وعلى ذكر التعاونيات، مؤخرا وزاره الفلاحه دارت واحد البديله اللي قيموها الناس بانها بديله بالمستوى وجيده جدا، اللي غتساهم بانها تروج المنتوجات المحليه ديالنا وانها يولي عندها واحد التسطيط عالمي علاش لا. ففتحات واحد الموقع، واحد البوابه الكترونيه اللي كتعرف بهاد المنتجات وهذا. شنو تعليقك على هذا الامر؟ بحكم القرب ديالي من القطاع الفلاحي بشكل عام، وحتى قطاع المياه الغابات والصيد البحري، ولقاءاتي مع مجموعه من المسؤولين، مدراء اقليميين، مدراء جهويين، يعني رؤساء مصالح، ثم كذلك على مستوى الوكالات، وكاله التنميه الفلاحيه اللي هي الاساس بطبيعه الحال، وهذه المنصه اللي تكلمت عليها، كاين المكتب الوطني للاستشاره الفلاحيه، كاين ادارات كثيره، كاين المكتب الوطني للسلامه الصحيه والمنتجات الغذائيه، هذه كلها مصالح بطبيعه الحال اشتغلت وكتشتغل، يعني هذه ماشي رميه للورود، كاين عمل، كاين تواصل، وكاين نتائج. رجوعا للسؤال ديالك مرتبط بالمنصات، كنظن ان جائحه ديال كورونا يعني حلات شويه العينين.
خلات القيم على المجال الفلاحي وكذلك الشخص المتضرر. كان هنا كنعني التعاونيات، يعني كان واحد النوع من الاجتهاد في يعني خلق نقط للبيع. كاين على المستوى بطبيعه الحال قبل ما نتكلموا على المنصات، كاين مراكز اللي اصبحت كتروج المنتوج المجالي ديال التعاونيات، مثلا بحال المؤسسه او السوق التضامني الوزيز اللي كانت تشتي من طرف صاحب الجلاله تقريبا هذه 2017 مارس، يعني النتائج ديالو تقريبا يعني كبيره بزاف. وكنا خصصنا حلقه من الحلقات على هذه المؤسسه هذه، على هذا السوق التضامني. كاين اسواق اخرى يعني كبرى. المنصه هي بلا شك هي امتداد الاعمال العمل يعني اعمال سبقات، وهذه المنصه بلا شك انها خلات ان المتعاونين او التعاونيات انهم يجتهدوا اكثر. ولاحظت انا مجموعه التعاونيات اللي عندهم يعني كنقولوا اللي كينتج واللي كيسوق واللي كيشتغل على ما هو يعني افتراضي، يعني العالم يعني المواقع الاجتماعيه الافتراضيه كلها اصبحت التعاونيات حاضره فيها بزاف. وهذه المنصه بلاش كتكون اضافه كبرى للتعاونيات اللي بغات تخدم وتمشي لقدام. ولاحظنا بان على ذكر ان التعاونيات اللي باغا تخدم وتمشي لقدام، ما بقاتش التعاونيات مكتفيه غير بالسوق الداخليه، وانما ولات كتولج على الاسواق الخارجيه. فهذه خطوه اللي من شانها انها ترفع من المنتوجات ديالنا وقيمتها. انا غنجاوبك باختصار. الصباح راني لقيت واحد المكالمه من رئيسه ديال التعاونيه، نقدر نذكر الاسم ديالها ونذكر المجال، في زاويه الشيخ، وهي حلقه اللي غدوز بطبيعه الحال هذا الاحد هذا، كتصل بيا كتقول لي اودي راني خديت الترخيص ديال التصدير. ايوا مبروك. ملي كتقول التصدير يعني اذا انت راه عندك واحد المسار ديال السلامه الصحيه ديال الجوده، اذا المنتوج ديالك ولا كيوصل، اذا انت راك مجتهد، اذا عندك ما هو يعني المنتوج اللي هو متمن وعنده قيمه ديالو. التعاونيات كثار اللي ولجوا للسوق الخارجيه، وحتى الجائحه ديال كورونا كانت فعل الخير عليهم، بغينا نقول ان رب ضاره نافعه. لان يعني كاين تعاونيات اللي مشاو رقاو انهم صحوا مقاولات، صبحوا شركات كبرى في مجال في سلاسل انتاج كثيره بحال العسل مثلا. كاين تعاوني في امسكرود اللي المنتوج ديالها كيمشي للخليج العربي كامل، يعني قطر، الامارات، السعوديه. يعني هذا الجانب ديال التعاونيه بمنطقها ولا بهذاك المفهوم اللي كان قديم ما بقاش. التعاونيه كتجتهد، اعضاء ملتحمين، هناك من ينتج، من يسوق، ومن يسوق الصوره بشكل يعني احترافي، فيصل الوصول بطبيعه الحال من خلال العرض المنتوج ديالو، ومن خلال طبيعه الحال التصدير ديالو خارجيا في معارض كبرى. يعني كاين المعرض ديال المانيا، كاين باريس، كاين معارض اخرى، وكاين هذيك البي تو بي يعني اللي كتكون على هامش المعارض، تماك كيلقى هذاك المتعاون كيلقى فين يسوق. بالعكس ولاو نساء، يعني انا غنركز بزاف على النساء، كاين النساء اللي صبحوا ولات عندهم ادوات يعني لو احترافيين في تسويق المنتوج ديالهم. كاين بعض التعاونيات اللي خدمت معاهم اللي كيقول لك مثلا مقاسمين المهام، كل هاد فلانه فاتحه مثلا راه هي السفيره ديالنا، اذا هي المكلفه بالعلاقات مع في المعارض، كاين اللي كتكلف بالانتاج. يعني هاد التنويع وتوزيع الادوار اصبح عنده يعني فائده كبرى بالنسبه للتعاونيات. في البرنامج ديالك دابا تعدات الحلقات ديالو 100 حلقه، فانت نقلتي بزاف ديال التجارب ديال الناس، فبغيناك شنو هي التجربه اللي خلات واحد الوقع عليك؟ غادي نكون معك صريح، هاد اكثر من 130 حلقه، نقدر نقول 140 حلقه تقريبا يعني من 2019. والشكر موصول بطبيعه الحال للفريق التقني والفريق اللي كيساهم في الاعداد ديال الحلقه، على مستوى العلاقات، على مستوى توفير وسائل العمل، على انتاج برمجه برامج، وكذلك الفريق التقني كيكون معايا يعني بالنسبه للمصور ومهندس الصوت والمساعد، وثم في المونتاج والجرافيزم. يعني الفريق كله انا ممتن له، وبفضل الله وفضل ديالو بطبيعه الحال كان هاد النتائج هادي. ارجع للسؤال ديالك اللي هو مرتبط قلتي لي بهذا الامر ديال شنو اللي كيأثر فيا. يعني مجموعه انا بالنسبه لي كل حلقه بالنسبه لي كيكون عندي واحد، ماشي نقدر نقول تشالنج، واحد التحدي ان هاد الحلقه بغيت تنجح، وكنشرك فيها هذاك الاخر او هذيك الاخرى اللي كنتواصل معاه قبل ما نبدا التصوير وقبل ما نجي عنده كاع، اللي كتكون مكالمات كنتصل، ما هو رسمي ما هو اللي كنقول له ودي واش بغيتينا ننجحوا. بحال كنت كنتكلم علي انا دابا اللغه ديال الصحفي الاعلامي هي اللي كنهضر معك بها دابا، ولكن اللغه ديال الفلاح ولا ديال المتعاون خصني نهبط شويه الشريفه، واش بغيتينا ننجحوا؟
ايوا اشنو المشكل عندك؟ فين بغيتي توصلي؟ شنو بغيتي تحققي من هدف؟ عندي مثلا مشكل في الترخيص الصحي وهذه، واش وفرتي الارضيه؟ عندي مشكل في التسويق. اذا يعني اذا هذا البرنامج ماشي نساعدو، هذا برنامج بالنسبه لك انت، انت او انت انك توصل الرساله ديالك بطريقه لبقه. ولكن ها اشنو درت وما كرهتش؟ عندي مشكل ما كرهتش ان هذا البديل يكون بهذه الطريقه هذه. والحمد لله نجحنا في مجموعه من الحلقات، مثلا عرض الترخيص الصحي كتشتغل مثلا التعاونيه اللي خلني الذكر في المضيق، تعاونيه عجبتني مجموعه من الشباب وكنعرفوا المضيق وكنعرفوا يعني الظاهره ديال التهريب، مجموعه من الشباب اللي بعدهم هذا الشيء وكريا ودار واحد التعاونيه في الاجبال اللي معروفه بطبيعه الحال بن معيز اللي معروف به الشمال، يعني عاده استهلاكيه معروفه به الشمال، الا مشيتي للصيف وصيفتي ضروري تاكل جبن ديال الماس. بالعكس دا هادو ولاو كيسوقوا في الرباط في الدار البيضاء حتى لمراكش. اذا هادو ناجحين شباب اسره اشتغلوا نجحوا. بقى لهم واحد الاشكال يعني مثلا الترخيص الصحي فين غيوصلوا هذه، والحمد لله توصلوا به. يعني القناه والبرنامج كيتعتبر واحد القناه ولا واحد المحطه اللي من خلالها نحلوا المشاكل. وبالنسبه لندوين على هذه التجربه هذه، فما كرهناكش انك تذكرنا بشي تجربه نسائيه بالضبط وكنركز عليها، لان دابا راك عارف المناسبه والمناسبه شرط. فإلا كانت شي تجربه نسائيه اللي خلات واحد البصمه عندك في البرنامج ديالك. من انجح الحلقات بالنسبه ليا هو الاشتغال مع العنصر النسائي. الاسبوع اللي فات ماشي كانت تعاونيه كتشتغل على منتوجات مجاليه، كاين تميز كبير، كاين حضور على المستوى العالمي على المستوى العربي، كاين يعني تتويج، كاين تقدير لهذا الفعل النسائي. تجمعوا النساء اشتغلوا على مثلا العطريه اللي معروفه بالمنطقه، اشتغلوا على الكسكس الانواع ديالو اللي ولا بطبيعه الحال واحد العلامه مميزه وحتى على مستوى اليونسكو معترف به يعني كمنتوج كيميزنا حنا كمغاربه ياك. ملي كناخذ تصريح مع وحده من السيدات فرحانه، وهذاك الفرح مراه رضا ومراه بطبيعه الحال واحد النوع من المتعه، كيف قالت هي؟ قالت لي متعه كثيره ولكن فيه واحد الالم. السيده مريضه يعني تتعالج في مرض يعني سرطان ولكن مقبله على الحياه. هذاك الفعل ولا داك الاشتغال داخل الحقل التعاوني نساها المرض ديالها. اذا هذه رساله بطبيعه الحال نساء اخريات، يعني العمل والاقبال على الحياه كتنسي بزاف ديال المشاكل. يعني هذه اللي بقات حاضره لي يعني انا جديده بزاف، وكاين بطبيعه الحال يعني كاين اللي تربطات معهم علاقه يعني اخويه، يعني كيكون نقاش دائما الحلقه داس، ولكن دائما كيكون كنكون متابعه الجديد ديالكم. مثلا بحال قلت لك دابا الحلقه يلا بقى ما دازت كتصل بيا السيده رئيسه التعاونيه ايطو، ومن هذا المنبر كنحييها. وايطو رجله يعني امراه يعني مكافحه في زاويه الشيخ، نجحات وجرى معها تقريبا مجموعه من النساء وما عندهاش العمر ما كاينش، يعني كتلقى المراه فوق 60 سنه وكل عطاء كل عطاء وبنشاط وهذه، وكيشتغل له محلي. ويعني ها هي الضربات خدات ترخيص صحي، كتخدم على تسمين المنتوج المحلي، باغا تشتغل على ما هو سياحي، كاين واحد النسيج اللي هو يعني باغي يرقي هذيك المنطقه ديال زاويه الشيخ. ويعني من هذا المنبر خصنا بزاف هذه المناطق لانها سحر خاص فيها. وفي نفس الوقت يعني ها هي خدات ترخيص باش تصدر المنتوج ديالها للخارج. يعني هذه كلها بطبيعه الحال مواقف اللي كتجعل مني انني كنقول رفقه الفريق معايا اننا فعلا كنديروا شي حاجه. نعم. وعلى ذكر الفريق ديالكم والبرنامج، فشنو الجديد في البرنامج ديالكم؟ واش تحاولوا انكم انتم تديروا شيء جديد، تخلقوا واحد جديد في البرنامج ديالكم؟ واش كتفكروا انكم زعما باش نتفاداو الملل او لا، شنو كتفكروا تزيدوا في البرنامج ديالكم كاضافه؟ نعم، من الاهداف ديال البرنامج بطبيعه الحال ورفع لي كل هذا الملل اللي كتكلمي عليه، كاين فريق تقني يجتهد في تقديم الصوره. الى لاحظتي على المستوى يعني الحلقات يعني كتشوف لو بلون او اللقطه ما كتجاوز ثلاثه ديال الثواني، وهذه مرا واحد العمل كبير بطبيعه الحال. كاين فريق ديال المونتاج بطبيعه الحال اللي كيشتغل بحرفيه وكنحييهم، يعني وجوه هنا ما نذكرش ما بزاف بطبيعه الحال جزاهم الله خير. ملي كنتكلموا على باش ما يكونش الملل، اذا ضروري خصك تجتهد، ضروري خصك تجيب الجديد، لا على مستوى الموضوع على مستوى الكونتني ولا على مستوى يعني زوايا التصوير. حنا ولجنا البحر
دخلنا الغابه من الفلاحه، ودائما كنقلبوا بطبيعه الحال كل حلقه واخا كدير لها التصور ديالها كضروري كتبان لك شي مستجدات تخدم عليها. ملي كتخدم مثلا كدير ديبا او حوار داخل البحر عنده طقوس ديالو وعنده ظروف ديال الاشتغال ديالو، وخاصك توصلوا بواحد الحله اللي ما يحش المشاهد بالملل، حيت 16 دقيقه او 17 دقيقه حتى 20 دقيقه بعض الخطرات. يعني ملي كتقول الملل مثلا ملي كندير لك الخيل راه المعالجه تختلف. مثلا الا سولتيني شحال مره درت الخيل نقول اكثر من حلقه. مثلا الا سولتيني مثلا غير القطاع ديال الحليب وتربيه الابقار نقول اكثر من خمسه الحلقات. هنا الاهم هو انك عندك هذيك النظره ديال يعني زوايا المعالجه تكون مختلفه وعلى حسب السياق. ممكن كيكون البطل او الهدف الرئيسي عندنا هو العنصر النسائي والاجتهاد ديالو، ممكن نتكلموا على التكتل كموضوع، ممكن نتكلموا على المنطقه كمصدر اشعاع للتنميه. يعني كتختلف دائما الامر مرتبط بزاويه المعالجه ديالك، كيف انت بغيتي هذاك الموضوع وشنو الرسائل اللي بغيت توصلو. اذا ما يمكنش كتخدم هكذا يعني بشكل عشوائي، ما يمكنش، لان يعني ضروري خص يكون واحد النوع من التحضير قبلي ومشاركه الاخر في هذاك التحضير. اكيد شكرا لك بزاف سي بن داوود على هذا الوقت اللي عطيتينا وعلى هذا الرحب ديال الصدر ديالك، فتشرفنا بحضورك اليوم معنا. وكان هذا هو لقائنا بالاعلامي كساب بن داوود مقدم برنامج خير البلاد. نتلقاكم في لقاء جديد ان شاء الله قريبا جدا. السلام عليكم.